الحقيقة احنا دايما بنحس منتدى شباب العالم انه بيلخص او بيحط ايده على اهم النماذج الايجابية والحاجات اللي هي بتكون يعني عملت انجاز، عملت حاجة مختلفة، بتقدم قدوة للناس كلها. وبرضو في شباب بيكونوا موضع اهتمام مواقع التواصل والناس بشكل ايجابي او بشكل سلبي. ليه بقول المقدمه والكلام ده كله؟ لان كان في واقعه الحقيقه كانت اثارت السياء الجميع. وقصه التنمر ده، وازاي انه الحمد لله بقينا حتى بقى في مصطلح ازاي يعني الناس اللي بتتريق على بعض او تستهزئ او تقلل من قيمه الشخص الاخر. فبقى الموضوع ده يعني بقى في اهتمام بهذه المساله، بقى في متابعه، بقى في حملات وتوعيه انه ازاي ان ما تتنمرش على شخص اخر، اقل كلنا قدام ربنا سواء بسواء. فالواقعه اللي كان تعرض ليها خلال الفتره اللي فاتت الشاب جون مانوس من جنوب السودان، وطبعا الولاد اللي اتلموا حواليه واساءوا ليه، ويمكن احنا بنفكر حضراتكم بالفيديو المؤسف ده الحقيقه، لكن الفيديو ده هز ضمير الناس وخلى الناس تعيد حساباتها مرة تانية في موضوع التنمر والشباب، ومفيش حاجة اسمها هزار، ده احنا كنا بنضحك، احنا كنا بنهرج، لا، في حاجات غير مقبولة على الإطلاق. هذا الشاب وصلت له دعوة من منتدى شباب العالم، وصل النهاردة لشرم الشيخ بعد ما إدارة المنتدى وجهت له الدعوة. تقولوا حضراتكم بقى إنه رد اعتبار، تقولوا انه مثلا وقفة ايجابية، تقولوا لا والله احنا بنوصل له رسالة، غير طبعا ان هو من اشقائنا من جنوب السودان، لكن بتتكلم انه هذا التصرف لا يليق انه اي حد يوجهه ضد اي حد. احنا معانا دلوقتي على التليفون، تمام، عظيم، جون مانوس اللي كنا بنتكلم عنه، مش هنقول بقى وقعة التنمر خلاص، لكن خلينا نقول بعد وصوله شرم الشيخ. أنا برحب بيك في الحياة اليوم بداية. مساء الخير. طيب للأسف فقدنا الاتصال، لكن خلونا يعني أكيد بيبقى فيه حاجات لطيفة وفي حاجات بتبقى فيها رسالة إيجابية وفي حاجات بتأكد على أنه في تصرفات بنشد على إيد اللي بيعملها وفي تصرفات بنشجبها وبنرفضها، وده يمكن ملخص هذه الواقعة. طيب معانا أستاذ أحمد صبري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور يا استاذ ربنا، ومساء الخير لكل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. الاول معلش انا عايز اخد رايك في موضوع توجيه الدعوه لهذا الطالب اللي كان ضحيه واقعه التنمر، شايف ده ازاي وايه الرساله اللي وراه؟ يعني احنا شفنا كان الرسائل اللي بيبعتها منتدى شباب العالم سواء في النسخات الاولى في 2017 او النسخات الثانيه السنه اللي فاتت، كانت دايما هي بس السلام ونبذ العنف والكراهيه، وشفنا السنه اللي فاتت في الفعاليات كلها كانت بتؤكد على كده. واعتقد ان هذه المبادره من اداره المنتدى لهذا الشاب هي رساله للعالم كله برفض هذه التصرفات وبرفض هذا الاجراء اللي تم مع هذا الشاب. واعتقد ان ردود الافعال سواء اللي كانت مش بس في مصر لكن خارج مصر بتؤكد على ان هذا المنتدى اصبح فعلا يعني مناره لارسال رسائل السلام والتسامح ونبذ العنف والكراهيه. واعتقد ان كمان وصوله النهارده لمصر، شفنا الترحاب اللي كان موجود فيه، واعتقد كمان هتبقى حاجه مؤثره جدا ومهمه جدا، ويعني تاكيد لنجاح هذا المنتدى في انه يؤثر في سواء على المستوى الاقليمي او المستوى العالمي. طيب خلينا مع فعاليات المنتدى بقى واهم الرسائل، اهم الجلسات، اهم المحاور اللي هيركز عليها منتدى شباب العالم في نسخته المره دي. يعني احنا طبعا عندنا مجموعه من الورش العمل التحضيريه اللي هتكون يوم الخميس والجمعه قبل المنتدى، وبدايه المنتدى طبعا حفل الافتتاح يوم السبت، ثم بعد كده مجموعه من الجلسات على مدار يومين، ثم التصفيات وحفل الختام يوم 17 باذن الله. عندنا طبعا مجموعه من الورش العمل المتعلقه باتحاد المتوسط وابرز المشكلات اللي بتواجه في دول المتوسط. عندنا طبعا افريقيا باعتبار ان هذا العام مصر هي رئيس الاتحاد الافريقي شهر 2، وعندنا مجموعه كبيره من الاجنده، اجنده افريقيا 2063 والتحديات اللي كانت موجوده فيها، وازاي على مدار العام مصر قدرت ان هي تعمل مجموعه من اللقاءات والمؤتمرات اللي وصلنا فيها لمجموعه من الحلول اللي هتتعرض. عندنا مجموعه من الورش المتعلقه بفكره التحديات الامن سواء على مستوى الاقليمي والعالمي، ونبدا احنا نشوف
ايه النهارده الارهاب ومخاطره، وازاي ان هو بيأثر على الدول وبيأثر على الانسان عموما، وازاي ان احنا نبدا ان احنا نحط حلول، وازاي نضرب امثله بدول قدرت ان هي طبعا تحارب الارهاب، وازاي ان احنا كمان نبدا نواجه الارهاب اللي اصبح مش مجرد جريمه منظمه، لكن كمان تحول الى ان في دول بتراعي هذا الارهاب. مفهوم. فاعتقد ان يعني محاور المنتدى السنه دي مركزه وشامله، وزي ما تعودنا دايما انها بتتواكب مع التحديات او المشاكل اللي احنا بنتعامل معاها، فبتبقاش يعني المنتدى بقاش غايب عن الحاجات الجديده او الحاجات المختلفه اللي احنا بنتابعها في اخبارنا بشكل يومي. شكرا جزيلا استاذ احمد صبري، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. رجع لنا مره ثانيه الشاب جون مانوس، برحب بحضرتك معانا على شاشه الحياه اليوم. ازيك؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. انت عامل ايه؟ انا والله بص الحمد لله تمام كويس كله. انت في شرم الشيخ دلوقتي صح؟ طيب قول لي كده، يعني عايزه اسمع منك انت ازاي استقبلت توجيه الدعوه ليك، شايف ازاي حضورك منتدى شباب العالم؟ ازاي؟ سياده الرئيس اللي دعواني في منتدى شباب العالم. سياده الرئيس، عشان المشكله اللي كانت حصلت معايا دي وانا رايح على مدرسه التنمر اللي كان حصلت معايا. وانتشر للبلاد كلها، كان كده سيسي في كلمتين كده انا قلت له، وبعد كده اداني دعوه في منتدى شباب العالم. بتقول لي انا قلت للرئيس حاجه، قلت للرئيس السيسي حاجه؟ لا يعني هو شاف الواقع واللي حصل معاك، فعشان كده وجه لك الدعوه. طب قول لي يا جون، لما سمعت الخبر وانك هتروح وتشارك في المنتدى، انت رد فعلك كان ازاي؟ يعني حسيت بايه؟ رد فعل انا ما كنتش مصدق، انا قلت الكلام برضو كان اتحلى بكلام بالبق وكده، مش لغايه يوصل لغايه سياده الرئيس، انا ما كنتش عارف كده، ما كنتش متوقع برضو. يعني اقل حاجه انت ضيفنا واخونا، وكل كان رافض جدا التصرف اللي حصل معاك، وقد ايه انت استقبلت الكلام ده بثبات وقوه، ويعني اترفعت عن اللي حصل ده كله. لكن قول لي انت ناوي تعمل ايه في شرم؟ يعني انت دلوقتي اخبارك ايه في شرم؟ يعني رحت فين؟ هتعمل ايه في المنتدى؟ هيبقى ليك كلمه هتقول للناس حاجه؟ بالظبط كده. ايه؟ اقول للناس؟ شعب مصر، ها؟ عايز اقول لهم، قول اتفضل. عايز اقول لهم مش عايزين دي تتكرر تاني، احنا كلنا واحد، مصر والسودان واحد. عايز اقول لهم احنا برضه عايزين نعيش بسلامه زي ما واحد بيعيش، مفيش حد احسن من حد، كلنا واحد طبعا. اللي احنا ربنا خلقنا لون، بس ايه اللون ده؟ فرق اللون اللي فينا بس، عشان كده بيختلف لنا مشاكل وكده وكله، احنا كلنا واحد طبعا طبعا. بص اللي عمل ده قله، يمكن انت عايش في مصر بقالك فتره وبتشوف الناس، اكيد انت ما بتتعرضش لده كل يوم وكل ساعه، يعني اللي حصل ده مرفوض. لكن احنا كشعب مصري، اول احنا عندنا السمار، احنا سمر، يعني السمار نص الجمال ونص الشعب المصري سمر واكتر كمان، فما فيش اسمر وابيض والكلام ده كله. ممكن الواحد يتنمر ويتريق على حد مش بس عشان لون البشره، لاي سبب من الاسباب، فالموضوع كله يعني مرفوض. على كل الاحوال سيبك من الكلام ده كله يا جون، خلاص بقى عدى وانتهى، استمتع بوقتك في شرم الشيخ، ورسالة حب وتسامح، وإن الشعب المصري وبالقيادة السياسية كمان كلهم موجودين معاك ورافضين هذا التصرف، وبنأكد عليه علشان تكون يعني رسالة عامة للجميع. شكرا جزيلا ليك جون مانوس، وإن شاء الله يعني يكون منتدى شباب العالم بكل فعالياته بكل تفاصيله وجلساته حدث مهم، إحنا بننتظره وهنتابع تفاصيله مع حضراتكم إن شاء الله تعالى.